لمحمد فراس، تمريرة أمامية حلوة حلوة الكثير يا عيني. يا سلام يا سلام، بطولة الكاس مالها إلا الكثير. باكو يسجل مرة أخرى، أن يتخطى عدمان في مباراة العودة. هذه الكرة من بدايتها وصلت إلى باكو بعد تمريرة رائعة من لوان بيريرا، والكثير الكثير الكثير يكسر التعادل، الكثير يكسر التعادل، يسجل أول الأهداف في هذه المباراة. لكن يبقى الملك بمن حضر الكرة العرضية الثانية. يا سلام، يأتي الثاني كمارا، والملك بمن حضر، الملك بمن حضر، كل لاعب في الملك يملك الخطر ويسجل الآن عن طريق اللاعب عثمان كمارا بأن يواصل المسير بعد كرة عرضية رائعة من بيانيتش المعلم الأمير. الأمير نقل لكرة عرضية وعثمان كمارا تابعها بالشباك، سجل الهدف الثاني، أمن النتيجة، أسعد جماهير الملك. أزارو أزارو لعيب 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 المحاضرة. يا سلام يا حبيبي، هدف التقليص يأتي، هدف التقليص يأتي عن طريق محمد فراس بالعربي، محمد فراس بالعربي. لكن عينك على الأسيست، عينك على الأسيست، نقلها على طريقة روكا وبعد ذلك المتابعة من محمد فراس بالعربي. لكن أسيست وليد، أسيست وليد أزارو، تمريرة رائعة من وليد علي مدن على الطاير، حارس المرمى يتعملق، لكن المتابعة المتابعة، شوف حارس المرمى، شوف المتابعة من حارس المرمى، والمتابعة بعد ذلك أيضا اللي كانت حاضرة عن طريق اللاعب محمد فراس بالعربي.